يا مساء الخير، تابعونا حلقة جديدة من برنامجكم ساعة شباب. دائما متلاقوا عندنا أهم التفاصيل وأيضا آخر الأخبار والإنجازات الشبابية والمواضيع المختلفة. خلونا نروح نشوف إيش عندنا اليوم في تقرير العناوين وارجع لكم على السريع. اليوم في ساعة شباب، بيضة انستغرام تكسر الرقم التاريخي لحجم اللايكات حول العالم. أشهر الآلات الموسيقية العربية في تقرير يلا سلام. ومع ضيوفنا، ممارسة الرياضة بطريقة صحيحة تضمن لك النتائج، لكن كيف؟ هناء شحبر لساعة شباب، نعم واجهت السرطان بالرسم والألوان وانتصرت. ركزوا معانا يا شباب، هذه طريقة التعامل مع إدارة الموارد البشرية. وفي الأخبار، حديقة كاملة لعشاق الجبن في كوريا، والحيتان ما طلعت سهلة، تغني وتلحن كمان. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. والمواضيع حلوة اليوم، ولكن نروح سريع لعالم السوشيال ميديا، تحديدا الصاير تحديدا في تويتر. نروح لأولى تغريدات اليوم اللي اخترنا لكم، هي تغريدة الدكتور خالد النمر. غرد فيها اليوم محذرا من ساعات النوم القليلة. كثير من الشباب والبنات ممكن يصابوا بالأرق، وأيضا بسبب السهر الطويل ممكن ما يناموا الساعات الكافية اللي هي من 7 إلى 8 ساعات يوميا. والدكتور يقول تحديدا في هذه التغريدة، جامل في أي شيء إلا النوم، الشيء الوحيد اللي مستحيل أنك تجامل الناس فيه. فعلا صادق دكتور خالد، والسبب أيضا أنه قلة النوم والنوم أقل من 6 ساعات يوميا ممكن يكون سبب جدا كبير للإصابة بأمراض خطيرة. والله يبعدكم والله يحميكم أيضا ويحمينا. هذه طبعا تغريدة الدكتور خالد النمر، وذكر في البداية فعلا جامل في أي شيء إلا عدد ساعات نومك. إذا قل عدد ساعات النوم يوميا عن 6 ساعات، فإن ذلك يزيد من سرعة تصلب الشرايين وأيضا ترسب الكوليسترول فيها، وبالتالي احتمالية حدوث الجلطة. فعلا الموضوع جدا خطير، ولا تستهينوا فيه يا شباب وبنات وأيضا أباء وأمهات، وابعدوا عن شرب المنبهات ومشروبات المنبهات هذه الموجودة، واللي صاروا في الفترة الأخيرة أدمنوا عليها فعلا الشباب عشان يسهروا أو عشان ما يبغوا يناموا، فيروحوا يشربوا من هذه المشروبات ومشروبات الطاقة مثل ما يذكروها. فعلا ابعدوا عنها ولا تجاملوا الناس وخصوصا في النوم. إلى أيضا تغريدة أخرى، وكانت للمعرف وثائقي على تويتر. إيش نشر اليوم؟ كان فيها فعلا مقطع مثير للدهشة عن البرد في روسيا. تخيل تطلع من دوامك وتدور على سيارتك بين الثلج. فعلا الموضوع جدا صعب وأزمة ممكن تصير، ولكن هذه في المناطق الباردة جدا. يا لا تقولوا أنه عندنا هنا برد وممكن نوصل لهذه المراحل اللي شايفينها. طبعا هذه البلدان باردة جدا، والناس فيها تأقلموا عن أو تأقلموا مع البرد الموجود، ولكن مسكين يعني حزني هذا الشاب اللي قاعد يحفر ويبعد الثلج عن سيارته عشان يقدر يروح مشاويره ويسوي مشاويره. والله كلهم مو بس هو، فعلا الموضوع جدا صعب ومهلك في نفس الوقت. يعني نقترح أنه ممكن يسووا مواقف عالية تكون عشان حتى إذا نزل الثلج عليهم ما يغطي سياراتهم. وفعلا يعني إن شاء الله نحن ما نوصل لهذه المراحل أبدا عندنا في السعودية. إلى أيضا تغريدة أخيرة، وتغريدة مختلفة وفعلا من نوع آخر، وأنا أكيد أنه كلكم شفتوا الصورة عن البيضة، تحديدا صورة البيضة الموجودة على انستغرام واللي لاقت الكثير من الإعجابات المهولة. ولو أقول لكم عدد الأيام القليلة اللي انتشرت فيها هذه الصورة، فقط هي 10 أيام. طبعا نحن شايفين الصورة، صورة البيضة جدا عادية، هذه البيضة وخلفية بيضاء، ما في الخلفية أي شيء، والصورة ما فيها أي إبداع ممكن أنه والله يعطوا الناس هذه الكمية من الإعجابات، واللي وصلت لأكثر من 39 مليون لايك خلال 10 أيام فقط. ومو بس كذا، كمان الحساب نفسه اللي ما نشر غير فقط هذه الصورة اللي شايفينها حصل على أكثر من 5 ملايين متابع خلال 10 أيام، وطبعا كذا حطموا
الرقم القياسي للإعجابات أو اللايكات اللي كانت تحصل عليه العارضة والموديل كايلي جينر، وطبعا نافسوها وقدروا أنه ينافسوها بصورة بيضة فقط. يعني حقيقي أنا لما شفت هذه الصورة، طب إيش السبب كان أو السبب الرئيسي من وضع مثل هذه الصورة في إنستغرام أو حصول اللايكات، العدد الكبير من الإعجابات واللي وصل لأكثر من 40 مليون لايك؟ ليش؟ إيش الهدف؟ وإيش السبب؟ وإلين اليوم ما نشر أي شيء صاحب الحساب للتوضيح عن هذه الصورة، ولكن مع الأيام أتوقع راح نكتشف. وأكيد جدا أنه أنت صابكم الفضول مثل ما أصابني، ونفسي صراحة أعرف إيش السبب وراء هذه الصورة، وسبب أيضا حصولها على هذه الكمية من اللايكات. في شباب وبنات يسهروا الليالي وما يناموا ويخاطروا بحياتهم ويتعبوا عشان فعلا يحصلوا على عدد ولو كان بسيط، عدد يعني نقدر نقول 10,000 لايك، 1,000 لايك، ويسووا جلسات تصوير ويتعبوا نفسهم وما يحصلوا على هذا العدد من اللايكات. طب ليش صورة بيضة بيضة بيضة؟ لازم تركز، واضح انه ما في احد مقهور واضح انه ما حد مقهور ابدا من هذه البيضة، ولكن ليش فعلا انه ليش حصلت على هذه الكمية الكبيرة من الإعجابات، وحصل الحساب أيضا على عدد كبير من المتابعين؟ الدكتور علي عبيد علق على هذه التغريدة تحديدا ونشر تغريدة. خلينا نشوف محمد أبو عبيد. بيضة تحوز 30 مليون إعجاب، صار لها حساب يتابعه الملايين على بعض مشاهير شبكات التواصل، ألا يغرهم كثرة الإعجابات بأنهم ذو أهمية؟ فالبيضة تفوقت عليهم بذلك. ممكن أصفق، ممكن أخذ وقفة كذا استراحة وبريك، وقفة محارب، أنا أعتبرها تكون استراحة محارب لكل المشاهير اللي بيتعبوا نفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ترى بالنهاية صورة بيضة فازت عليكم، وأكيد مكملين معاكم بفقراتنا لليوم والكثير أيضا، ولكن راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. أجسامنا تتشابه ولكنها بالأساس تختلف، كذلك حاجتنا للرياضة تتشابه ولكن تختلف في أدق التفاصيل وطريقة ممارسة الرياضة. اليوم راح يكون موضوعنا عن الطريقة الصحيحة لممارسة الرياضة، بداية من الأهداف إلى طريقة الممارسة، ختاما بالنتائج المتوقعة مع أكيد الكابتن والمدرب الرياضي كابتن عبد الله عون. منور كابتن عبد الله. أهلا فيك. أهلا فيك وأهلا في الساده المشاهدين. بداية في الخمس سنوات الأخيرة أتوقع اختلفت وتغيرت أهداف الناس في ممارسة الرياضة، فإيش اللي تغير بالضبط؟ فعلا كانت ممارسة الرياضة يعني قبل خمس سنوات كانت ممارسة علاجية، اللي هي الرياضة العلاجية، يعني أنت تمارس رياضة عفوا يعني غصب عنك، أنت عندك مرض، عندك سكر، عندك كوليسترول، عندك لازم تروح تمارس رياضة. فكرة الناس في ممارسة الرياضة مجبرة. الآن ما شاء الله الناس صارت واعية وصارت فاهمة، صارت عارفة إنه أنا أمارس رياضة للوقاية، ما هو بس عشان علاجية، فأبروح بسوي لايف ستايل في حياتي، أدخل الرياضة شيء أساسي، فبدت الناس ما شاء الله بتنتشر وتمارس رياضة لأهداف كبيرة يعني. صحيح أتوقع في صحيح. الفترة الأخيرة مرة توعى المجتمع صار من ناحية بيمارس الرياضة. أيوة، لأنه بيعرف إنه وقائية الآن، بدل ما يوصل لمرحلة علاجية لا يأخذها من باب الوقاية. وبعد حفظ الله سبحانه وتعالى. جميل. طب كابتن كيف تختلف حاجة أجسامنا للأنواع وممارسة الرياضة هذه الأيام؟ طبعا في ناس كثير احتياج الناس للرياضة بيختلف نهائيا من شخص لشخص. في شخص ممكن يبغى زيادة وزن، شخص يبغى ينزل وزنه، شخص يبغى يتطور عضلي، يبغى لياقة مرونة، بتختلف من شخص لآخر، ولكن في الأساس كلها هي ممارسة رياضية، هي اتجاه رياضي. أهداف الناس مختلفة ولكن الخطوة الأولى هي الاتجاه الرياضي فيها. طيب ممارسة الرياضة بطريقة سليمة، إن نحتاج وقفة في هذا الموضوع، كيف يعني بطريقة سليمة؟ كثير احنا بنسمع انه مارس الرياضة بطريقة سليمة، ايش هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة هي اولا الوقت والمكان والمجهود اللي انا ببذله. الوقت انا ممكن في ناس الطريقة السليمة، ممكن ناس تتمرن الساعة 6 الصباح، اليوم الثاني الساعة 10 في الليل، اليوم الثالث، انت ما اديت رتم معين للجسم، لانه الجسم خلال 24 ساعة محتاج عملية استشفاء، فبالتالي المفروض يعني حاول قد ما تقدر تكون الساعة
موحده، ممكن زياده ساعه ناقص ساعه ما في مشكله. الاضافه الثانيه في ثلاث كيف تصعب الموضوع عليهم؟ لا بس عشان لانه انا لو اليوم انا تمرنت الساعه 6 صباح بكره جيت اتمرن الساعه 6 المغرب، الجسم ما اخذ كفايته من الراحه ومن عمليه الاستشفاء. فبالتالي المفروض يكون الوقت محدد وقريب من بعضه، يعني فرق ساعه ساعتين ما تفرق. الاضافه الثانيه داخل الجيم، الطريقه الصحيحه داخل الجيم، اي هدف تبغى زياده نقصان في وزن، تطور عضلي، علاج اصابه، في ثلاث مراحل لازم اهتم فيها في الجيم. مرحله الاحماء اللي هي الورم اب، مرحله القوه والمقاومه اللي هي الاحماء 5 دقائق، الورم اب من 45 دقيقه الى 40 دقيقه، الكارديو اللي هو 40 دقيقه. هذه الحاجات اساسيه عشان اكون انا مارست الرياضه بطريقه بشكل سليم. بشكل سليم وبس، هذه كفايه. طبعا الاكل والحاجات نجد الاكل. طيب هذا فيلم ثاني، الاكل يعني هو الاكل طبعا اساسي في عشان اوصل للطريقه السليمه في ممارسه الرياضه. طبعا الاكل 70% من التطور. طب عدم ظهور النتائج المتوقعه ممكن لكل شاب وبنت ممكن يتوقعوها بعد ممارسه الرياضه، هل هذا يعني بان فشلت في ممارسه الرياضه بطريقه سليمه ولا لا؟ لا ابدا، عفوا، مهما يعني مهما كان انت ما في النتائج ما حتكون دائما ملاحظه بالعين. احنا مشكلتنا كلنا انا نزلت ولا طلعت ولا زاد وزني ولا نزل وزني، هذه هي الملاحظه في التطور. لا، في تطورات داخليه داخل الجسم كثيره جدا انت ما بتحس فيها، يعني لا سمح الله كان ممكن عندك بدايه كوليسترول، عندك ضغط، عندك سكر، انت مع ممارسه الرياضه هذه الاشياء تطورت داخليا. اشياء كثيره في جسمك في صحتك بتتطور، مستحيل مع ممارسه الرياضه ما في تطور. طب عادة يعني خلينا نقول اللي ما بيمارسوا ابدا رياضه وحاطين في بالهم انه والله لا يبغوا يبداوا يمارسوا الرياضه في حياتهم، عادة يعني شكل جسمهم متى ممكن يتغير بالشكل البنائي للجسم؟ بعد كم نقدر نقول؟ حلو، جميل السؤال ده. كثير الناس بتهتم انه انا حبدا اليوم بس متى اتطور؟ هذا تعتمد طبعا لو انت ماشي بالطريقه السليمه خلال الشهر الاول انت شخصيا حتلاحظ على نفسك، الشهر الاول انت شخصيا حتلاحظ على نفسك التطور، الشهر الثاني كل الناس اللي حواليك حيلاحظوا عليك اذا انت ماشي بالطريقه الصح، الشهر الثالث انت حتلاقي ملابسك، قوتك، نشاطك، صحتك، العرق اللي عندك، النشاط بعد عملك، حياتك الاسريه الاجتماعيه اختلفت نهائيا. فمعناته اذا انا ماشي على طريقه سليمه خلال 3 أشهر حيكون في تطور 100%. أنا أكيد كابتن عبد الله إنه كل الشباب هنا معجبين ببيئتك الجسدية وببنيتك الجسدية وجسمك، فنقدر نقول كم أخذ منك عشان وصلت لهذه النتيجة؟ والله أشوفي أنا يعني أنا ما أكذب عليك. أنا شوفي أنا هي دراستي وأنا يعني كل حياتي أصلاً أنا دراستي أنا بكالوريوس تربية رياضية، فعشان كذا دراستي وعملي كله في نفس الاتجاه. فالحمد لله، بس ما يمنع إنه أحد يبدأ الآن. أنا قبل يومين قاعد أقرأ كذا معلومة عن كبار السن 100 سنة وما زال يمارس رياضة، 100 سنة عمره. واو. إحنا بعد 50 لو شفته يمشي في الشارع قال يا عمي إيش قاعد تسوي؟ بالضبط 100 سنة وهو قاعد يبدأ يمارس الرياضة، فمعناته هي ما لها زمن ولا لها وقت ولا لها سن. أنت بس اتخذ القرار السليم وتوكل على الله وصدقني حتلاقي نتائج. ممكن النتائج أحيانا ما تكون باينة بالعين بس حتكون نتائج داخل الجسم. وأكيد يعني ذكرت دراسة للوقاية هي أهم شيء. وقاية دراسة تقول إنه الكرش يسبب الزهايمر والخرف، اشياء كثيره صدق. عفوا، حتى من الناحيه الاسريه، انا عفوا انا لو ما عندي قوه ومرونه ولياقه وتحمل، انا لما نرجع حتى العلاقات الاسريه داخل البيت الرياضه بتسبب لها اثر. انا لو انا موظف في دائره حكوميه رجعت بعد الساعه 8 بيتي طاقتي كلها استخلصتها في المكان في العمل، رجعت البيت انتهى كل شيء، حتى ما اقدر لا اروح ولا اجي واطلع لانه كل طاقتي انتهت في 8 ساعات. ولكن لو انا عندي تحمل وعندي صبر وعندي قوه وعندي مرونه حرجع اخلص شغلي، اوكي 8 ساعات اديت على اكمل وجه، رجعت البيت ارتحت، عندي اقضي حياتي بشكل ايجابي يعني بادي صح حياتي. صح، طاقاتك السلبيه في الرياضه لا، وحياتي تكون يعني حياه ايجابيه كل الوقت، ما حيكون عندي خمول، ما حيكون عندي كسل. فبالتالي ما حيكون عندي مشاكل اجتماعيه. طيب جميل، الان خلينا نتكلم عن الوضع الحالي عند الشباب. انتشرت ظاهره انه كل شخص عنده برنامج خاص فيه ومدربه خاص فيه، فليه معقدينها؟ هي ما هي خصوصيه ولكن عفوا اهداف الناس. انا ممكن واحد عنده هدف يعني عفوا لو جبت 5 أشخاص كل واحد له هدف مختلف. الخصوصيه اللي يقصدها انه انت ايش تحتاج من التمرين، يعني ممكن شخص يبغى زياده في الوزن، شخص يبغى ينقص في وزنه، شخص يبغى يتطور عضلي، فهذه الخصوصية أنا كمدرب متخصص أو أنا كشخص أبغى أوصل للهدف اللي أنا أبغاه لازم يكون لي برنامج معين.
ما هي كل البرامج زي بعض، لأنه كل إنسان له شغل معين عشان يوصل للهدف اللي هو يبغاه. وتختلف من شخص، بتختلف احتياجات على حسب احتياجات الشخص، على احتياجات الشخص وحسب طاقته وقوته وتحمله أصلا. جميل. وانضباطه طيب في التمرين. طب خلينا نتكلم عن أكثر الأشياء السيئة اللي ممكن تكون تسبب ضرر للأشخاص وعلى الإنسان مهما سوى من رياضة. والله في أشياء كثيرة سلوكيات، عفوا يعني من أول السلوكيات اللي ممكن تعيقك توصل للهدف اللي أنت تبغاه، التدخين. التدخين طبعا احنا يعني انا ما حتكلم قديش هو مضاره، احنا عارفينه على القلب والكلى وعلى الاشياء كثيره وعلى التنفس وعلى التدخين. ثاني شيء الاكل الغير سليم. الثالث شيء السهر. هذا السهر بالذات شيء اساسي، من الرياضي مرتبط 100% بالسهر. لانه عمليه الاستشفاء وعمليه الريكفري للجسم وعمليه تعويض الطاقه والبناء اثناء النوم. فتخيل انا بنام 3 ساعات وبعدين المفروض يكون فتره المساء عشان افراز الهرمونات في الجسم بتكون غير افراز الهرمونات وقت النهار والاستشفاء في الجسم. فهذه 3 حاجات، التدخين، الاكل، السهر، صراحه هذه عائق لاي هدف انت تبغاه. المصيبة في الموضوع أنه كل الرياضيين عارفين هذا الموضوع وكل الشباب والبنات عارفين هذا الموضوع وبيسووها. طب كيف ممكن نقنع الناس أنه يبطلوا هذه السلوكيات اللي ممكن تسبب لهم ضرر؟ هو حيلاحظ على نفسه، عفوا بالذات الرياضات اللي فيها مسابقات وكذا، أنت بتلاحظ على نفسك كل ما أنت تجنبت الحاجات دي بتلاقي نتائجك أفضل، النتائج اللي بتحققها أفضل بكثير. فهو يعني إحنا ما نقدر نقنعه، بس بنقول لك يعني تأكد وثق تماما انه هذه 3 الأشياء، التدخين والاكل الغير مناسب والسهر، عائق لاي هدف انت تبغاه. جميل جدا. فهذه الاشياء ما هي قال لاي انسان. صحيح. شكرا لك كابتن عبد الله عون على هذه التفاصيل اللي افدتنا فعلا فيها اليوم، واكيد مشاهدينا مكملين معاكم وحديقه كامله لعشاق الجبن في كوريا. شو التفاصيل حنعرفها بعد الفاصل. حياكم من جديد مشاهدينا، فقرة أخبارنا ومنوعات اليوم صراحة حنبدأها بأشياء جدا جميلة، وما حتصدقوا أيضا أنه هذه لوحات مو صور طبيعية، وفعلا يبدع الفنان الكوري يونغ يانغ كيم أوكي بإعداد رسومات للأسماك والزواحف بطريقة واقعية جدا. أول ما تشوفها راح تعتقد فعلا أنه هذه صورة من الوهلة الأولى، ما هي لوحات من الأساس. طبعا يستغرق رسمها بين 3 إلى 10 شهور، يعني مو أيام، وأسعارها تتراوح بين 17,000 و34,000 جنيه استرليني. يعني صراحة هي لوحة بالأساس ما هي صورة، واللي يشوفها فعلا يعني من الوهلة الأولى يقول هذه شكلها صورة مو رسمة فنية ولوحة فنية فعلا. ولكن بالغ الفنان الكوري بالسعر 17,000 إلى 34,000 جنيه استرليني. فعلا الموضوع جدا مبالغ فيه نوعا ما. إلى أيضا خبر آخر، وحديقة كاملة لعشاق الجبن في كوريا. إيش الموضوع؟ طبعا يعشق البعض الجبن بأنواعه المختلفة، كثير من الناس يحبوا يتناولوا الجبن أيضا بكميات جدا كبيرة، ولكن لم يعرفوا كيفية تصنيعها أو صنعها. لذلك صممت حديقة كاملة في كوريا الجنوبية لذلك الغرض. راح نشوف مع بعض الصور الجميلة، حيث تضم أيضا منتزهات ومصانع لإنتاج الجبن، ويمكن للزوار الاطلاع والتعرف أيضا على مراحل التصنيع لأنواعها المختلفة. طبعا شايفين الصور الجميلة للجبن، فعلا شيء جميل وإبداع. ولكن الغريب في نفس الموضوع أنه كل شيء موجود في هذه المنتزهات مصنوع بالجبن، يعني ويعرفوكم أيضا إيش كيف ممكن تصنعوها. إلى أيضا دراسة، هذه الدراسة أثبتت أن الحيتان تتبادل الأغاني والألحان. إيش الموضوع؟ طبعا الدراسة، وكشف الباحثون مسألة غريبة جدا عن الحوت الأحدب.
وقالوا أيضا ووثقوا لحظات ما يشبه بالغناء، ويعتقد الباحثون أن هذه الحيتان تتبادل الأغاني والألحان بينهم بين بعض، وأيضا ذلك يساعد العلماء على فهم حياتها أكثر. خلونا نشوف الفيديو ونشوف كيف يتبادل الألحان والغناء الحيتان ونرجع لكم. فعلا ما نقدر نقول غير سبحان الله، في أعماق البحار تكمن الكثير من الخفايا والأسرار اليوم بعد يوم قاعدين نكتشفها. إلى أيضا خبر آخر وردة فعل عجيبة لطفل بريطاني بعد أن سجل فريقه هدفا في مباراة لكرة القدم، ولنشرت هذا الخبر صحيفة ديلي ميل البريطانية، ونشرت مقطع فيديو أصلا مع هذا الخبر يظهر لحظة احتفال هذا الطفل بتسجيل الهدف. ما أبى أتكلم أكثر ولا أقول طبعا، بس بذكر لكم كم عمر هذا الطفل. طبعا يبلغ من العمر 19 شهر، يعني سنتين تقريبا أو سنة وكم شهر، وراح تشوفوا طريقة وردة فعل جدا جميلة وبريئة في نفس الوقت. خلونا نشوف الفيديو وارجع لكم. فعلا يعني شيء جميل صراحة، في كمية من البراءة والكياتة في نفس الوقت. إلى أيضا طبعا كانت هذه معانا آخر أخبار اليوم، ولكن رح ننتقل لموضوع جدا جميل ومن أجمل الرسالات اللي ممكن نشوفها حين يخدم الفن الإنسانية. وطبعا هناء شحبر ضيفتنا في هذه الفقرة تحديدا هي فنانة تشكيلية كانت لها قصة مع السرطان، وهو السبب الذي حاولت من خلاله تغيير طريقتها في التعامل مع هذا المرض، وأيضا في الطريقة التي ندعم فيها كل محاربي السرطان. منورتنا اليوم في استوديو ساعة شباب هناء. أهلا، الله يخليك، منورتنا. بداية نبغى نعيش معك قصتك، ومن فين تحديدا بدأت حكايتك؟ طيب قصتي تقريبا بدأت من ديسمبر 2016. تعرفي لما يكون عندك كل شيء في حياتك، خليني قبل أقول لك أنه من فينا عارف الخطوة حتاخده وتمشي لفين، أو من فينا عارف هو حيفضل بعمره يوم ولا سنين. فبدأت قصتي من أول جملة سمعتها أنه أنت مؤمنة بالله، أنت مصابة بسرطان المرحلة الثالثة ولازم نبدأ علاج. من هنا تقريبا انسرقت يمكن ضحكة الأيام حقتي، وبدأت تمشي أيامي بعكس التفاصيل اللي كنت رسمتها لنفسي واللي أبغاه أو أتمنى. وتقريبا هذا هو، من هنا بدأت القصة. حلو. طيب بعد ردة الفعل الأولى اللي قلتي لنا عليها، نبغى نعرف ما تلاها من تغييرات في حياتك، وكيف كانت أيضا موضوع تقبلك لهذا المرض. أوكي. ردة فعلي للأمانة في ساعتها عشان كانوا معايا أهلي أول ما سمعت الجملة دي، فكانت ردة فعلي شوية غريبة، لأن اللي قدرت أبكي ولا اللي قدرت أسأل أو أستفسر، يمكن حتى أسئلة ما سألت، يعني كنت في حالة صمت غريبة ما عشان شيء، بس علشان بدأت أشوف ردة الفعل في وجوه أهلي.
والناس اللي حولي، فكنت يعني كان حسيت بصدمة. ايوه حسيت طبعا بصدمة، واهلي حسيتهم، لا مو صدمة، حسيت انهيار، يعني انه خفت ابكي تقوم اجرى شيء لامي من الزعل او من الفجعة. فتعرفي لما كيف تكوني ماسكة نفسك واعصابك انه لا تصرف تصرف غلط ويحصل حاجة لاهلي واكون انا السبب او مسؤولة. تعرفي لما تحسي انه انت مريضة وانت مسؤولة بنفس الوقت. بس كيف بدأت كيف يعني بدأت أغير هذا الموضوع وأتقبله؟ شوفي، كل شيء في دي الدنيا إذا أنت ما تقبلتيه من جوا ما راح يتغير. لو ما تقبلت شكلك وتغيره، الناس برضو ما راح تتقبله وما راح يتغير. أي شيء فيكي لو حبيتيه، حتى مرضك لو حبيتيه حتعرفي كيف تتعاملي معه. أكيد. وبعدها حاولتي أنك ترسمي. بدأت كده أحط خطتي. حطيتي خطتك، ونبغى نعرف أيضا علاقة الفن والألوان واللوحات والموسيقى باللي صار فيك أو بالمرحلة اللي عديتي فيها بحياتك. طيب شوفي، تعرفي في ديك المرحلة كنت أمر بمرحلة غريبة من الألم والوجع من أهلي من كل الناس اللي حوالي، لأن الكل عاملك على أساس أنك إنسان مريض، أنه لا تأكل لا تشرب لا تعمل لا تسوي، من باب الخوف، من باب الخرس، من باب الحب. صح. فبعدها بدأت طبعا أرسم وأدخل لمجال الفن والرسم، لقيت أنه أخذني العالم مرة ثانية مع الوقت. أيوة، طلعت كل قدراتي وطاقاتي وإبداعاتي فيه، وحسيت أنه بدأت حبة حبة أهدى. يمكن مع أول لوحة إذا لاحظتي كنت في مرحلة شوفي كيف عيونها أنه مترقبة وكذا. هذه كانت أول لوحة اللي تحت اللي حط على فمها كان يو كيب سيكريت. هذه أول وحدة. أيوة. كانت معانا. صح. يس. تتذكري؟ يس. هذه أول ما عرفتي بالموضوع. أول ما عرفت بالموضوع، فكنت ماني عارفة كيف أقول للناس، ماني عارفة كيف أتعامل، إنه عشان لحد تعرفي لما تقول للناس يعاملوك بشفقة، إنه لا تحملي، طب لا تسوي، لا تقومي، إنه أنا ما أبغى أحد يعاملني كده، ترى أنا إنسان طبيعي. ما تبي تحسي بالشفقة. أيوة، ما أبغى أحس بالمشاعر هذه، أبغى أحس بالقوة، ما أبغى أحس بالضعف، يعني هم بياخذوني مكان مرة ثاني. فما تقدر تغيري افكار الناس او حاجه، ما وقتها انا مريضه ما اقدر اتعامل مع الناس. فبدات اتعامل مع نفسي بحيث انه انا الرسم بياخذني بينقلني لمكان ثاني تماما، انا بدخل في عالم مره اخر. مع الوقت بدات ادخل كمان مجموعات فنيه، وبدات تعرفي بدانا نطلع رسم لايف ونرسم ونعمل، وما فيهم احد من اللي حالي يعرف انه انا مريضه. فالكل كان بيتعامل معي على اساس انسان طبيعي، لدرجه انه مع الوقت انا بدات انسى انه انا مريضه. حتى لما احد يكلمني انه ايش فيه، بدات انه تعرفي انا عندي دحين جرعه كيماوي، بتعامل مع موضوع طبيعي. انا عارفه، ما اقول لك مستحيل. وما حد من اللي حالك كان عارف، او من اصحابك او صحباتك اللي كانوا معاكي بنفس المعمل وبترسموا مع بعض، ولا احد كان عارف الموضوع. كانوا يشوفوني شويه اتعب او اختفي، لانه تعرفي بعد الكيماوي بعد الجرعه اختفي كذا بالاسبوع اسبوع ونص، يسالوني ايش فيك، كنت دائما ابرر تصرفاتي او ابرر غيابي باي حاجه، بس عمري ما قلت لاحد. احيانا وانا برسم بتعب شويه فبقعد على علب البويه بجلس عليها. فكان انا عارفه انه هو شويه قاسي. انا ما اقول للناس انه ترى انت ما حتتالمي، ما في شيء في دي الدنيا ما بيألم ولا بيوجع، مو بس المرض، اي شيء ثاني في الحياه كل شيء له حاجاته او اسبابه. واكيد ان انا عانيت، اكيد ان انا مريت بظروف مره صعبه. انا يمكن مريت بظروف لدرجه انه تعرفي حطوني في غرفه عزل، ما حد يقربني لفتره مره طويله، كنت ابكي بطريقه مره رهيبه، وكان عندي ابر في كل مكان. اتذكر ذاك اليوم الوحيد اللي انا لاول مره في تاريخ اصرخ، فشلت كذا الابر رميتها كلها برا، انه ايش يعني انا اموت، ايش يعني انه خلاص سيبوني، انه ما ابغى احد يقربني، عارفه. فتركوني كده. قولي لنا قصة هناء اللوحات اللي رسمتيها، وقررت انك تحكي قصتك من خلال لوحاتك. طيب تحب نمر عليها واحدة؟ أيوة. طيب هذه الأولى، هذه هي اللي كانت تحكي، إذا لاحظت كيف نظرتها وطريقتها، إنه تحكي عن الألم والترقب والخوف، إنه أنا ماني عارفة إيش حيصير في حياتي، مين حيكون، مين حكون، إيش حصير، لأنه خسرت أشياء مرة كثيرة. تعرف لما عندك وظيفتك وعملك وحياتك ومنصبك، ويعني كونتي فيه عمر، يعني ما توقعت إنه في شيء حيتغير، إلا حتصير للأحسن ما حتصير للأسوأ. فجأة أرجع بدل 5000 نقطة قدام زيرو نقطة ورا. فتقريبا في دي المرحلة، يعني أنا ما أوصف لك، كنت في مرحلة تقلب وتخبط داخلي. بعد كده بدأت أتقبل نفسي، يمكن في البداية ما كنت متقبلة، بعد كده تقبلت نفسي وبدأت اللي هي اللوحة الثانية اللي هناك. حتى لو لحطت ألوانها نارية. عيونها حادة. ليش اخترت دي بالذات؟ لأنها تمثل المواجهة. بدأت أواجه، ما أقول لك المواجهة كانت سهلة،
ما في شيء سهل، بس صح. اكيد احنا نقدر، ما في احد ما بيقدر. فبدات هنا اواجه المرض، اواجه نفسي، اواجه الناس، اواجه المجتمع، بدات اطلع. في دي المرحله تقريبا انا بدات اطلع، بدات ارسم جداريات، بدات اتعرف على جروبات، بدات كذا. بعد كده هنا هذه المرحله يمكن من هنا انا بدات نفسيا اهدى شويه. هناك كنت شويه واضح انك اخترت انك ترسمي طفله. ايوه رسمت طفله. ليش؟ لان هي بتخطط، بس مو التخطيط الاجرامي، تخطيط الاستمتاع بكل لحظه بتمر فيها. بدات استمتع حتى بالمرض، حتى بالالم، حتى بالوجع. مرحله وحتعدي، خلينا نعيشها لين ما نشوف اللي بعدها. ليش اشوفها شيء مره كبير؟ لانه كل ما انا قلت لك حبيت نفسي، حبيت المرض، حبيت الالم. ما اقول لك انا ما كنت متقبله شعري، ما كنت متقبله اشياء مره كثير، بس لما واحده قالت لي كلمه هنا لو حبيت شعرك حيطلع، فعلا انا لما بدات احبه بدا يطلع. في البدايه كنت كل شويه طالع متى يطلع، ما طلع، لا ما صار، ما كذا، كنت تنس مشدوده عارفه. لما بدات اهدى واتقبل المواضيع وقررت انك فعلا انت تستمتعي بالحياه وخلت عندي قدره للصبر، قدره ان انا اتقبل الاشياء، اتحمل المواقف، اعرف كيف اتعامل معاها. تعرف ان الحاله النفسيه هي جزء كبير وسبب كبير ايضا كبير للعلاج بيكون فعليا صح؟ هي يمكن بالنسبه لي في السرطان او اي مرض ثاني 80%. إذا نفسيتك متحسنة أنت ما راح تكون شيء رهيب. طب نجي للصورة الأخيرة اللي الصورة الأخيرة الصورة الأخيرة لو لاحظتي نقيت واحدة يعني فيها شوية من لما أضحك تتقفل عيوني، فاخترت عيون صغيرة حتى لاحظ إنه ما هي باينة، فأنا لما بضحك تتقفل. فهذه كان شعوري تقريبا لما تمثلت للشفاء الحمد لله. ولما قالوا لي الله يسلمك يا رب ثانك يو، فلما قالوا لي كذا حسيت إنه شعور الدنيا ما هي صيعاني من الفرحة تقريبا، انه هنا خلاص. تعرفي بعد 3 سنين اتذكر اول مرة قالوا لي انه المرض حياخد من 2 ل3 سنين، كنت يا الله عمري حيروح وانا حكبر واشياء كثير بدأت تمر علي. فشوفي كيف السنين عدت سبحان الله، من 2016 احنا في 2019 صحيح. فهذه هي كانت الرسمة، عشان كذا اخترت كل الوان الفرح، حتى التنقيط مختلف عن التنقيط بقية اللوحة كلها كانه وردة وردة كانه تقريبا وردة صح جميل جدا. فكان شعوري مختلف سبحان الله وانا ارسمها. الحمد لله سلامتك فعلا هنا. طب ايضا صممتي شعار خاصة بدعم السرطان، فياريت تحكي لنا عن هذا الشعار. لو لاحظت الشعار إذا كان في صورته ما أعرف، بس لو لاحظت في الشعار دائما مرضى السرطان يحطوا لهم هذا الريبون، تعرف الشريطة اللي على الوردية. بس كنت لما أطالع فيها تحسي كأنه في شيء على كتوفي، يعني تحسي كأنه حمل أو كأنه حاجة. حبيت اغير من الموضوع بحيث ان انا البسها الجلافزات حقت المصارع وكذا. تعرفي لما نحطه هنا منشفه وابداوا انه ليتس دو ات، وي كان فايت، يعني وي كان موف، وي كان شير، وي كان دو ات، يعني جميل. فاي شيء مع الله حتقدر تسويه ان شاء الله. طب كيف من خلال يعني ممكن هذه الاعمال تخلينا نغير فكرتنا في التعامل مع السرطان او مرضى السرطان؟ طيب قبل ما ابدا خليني اقول لك انه الفن دائما يجمع بين الشيء الروحي الداخلي للانسان وبين الجانب المادي الانساني للانسان. فالفن بياخذك او بينقلك من مرحله لمرحله بحيث انك توري المشاعر المكبوته اللي عندك الداخليه للناس بطريقه مختلفه، بطريقه مختلفه عن الكلام. فبيخلي الشخص يترقى شويه، يعني الفن فيه رقي انساني. فلما بتبدا تتعاملي معاه بتبدا تطلع طاقاتك هذه، بتبدا تهدي، بتبدا تعرف كيف تتعاملي مع الامور. فاي مرض في دي الدنيا مو شرط انه يكون رسم، يعني انت ممكن موسيقى، ممكن صح. اي شيء، يعني خط، شعر، كتابه، بينقلك، بينقل مشاعرك، بينقل اشياء كثيره عندك، فبتطلعي طاقاتك بتفرغيها في، بدل ما تفرغيها بانك تاذي نفسك وتزيد المرض. فهذا شيء مره كويس اصلا. يعني انت عارفه انه موجود اصلا يعني مقالات عن انه العلاج بالفن. جميل. طب هنا خليني استغل وجودك اليوم أتفضل. معنا في ساعه شباب، ابغاك تقدمي رساله لكل المصابين بهذا المرض، لكل محاربي ومحاربات مرض السرطان. ايش حابه تقولي لهم بما انك ممكن تكوني اكبر مثال للتفاؤل وشفاء من هذا المرض، ايش راح تقولي لهم اليوم؟ شوفي اللي حابه اقوله انه هي مقوله جاتني زمان ومسكت معايا لنا اليوم، حتى سويت فيها قصه سميتها زهره. المقوله هذه تقول لك انه لانك زهره لا تذبلي الا لتزهري مره اخرى. الله. فهذه كل اللي انا اقدر اقوله لمرضى السرطان، انه اكيد انت حتذبلي، اكيد انت حتتاثري، لانه حيطيح كل حاجه زي فصل الخريف،
بس حترجعي مره ثانيه، فلا تذولي الا لتزهري مره اخرى. نبغى نعرف ايش اللي كان معطيكي قوه ودافع والهام وتفاؤل جدا كبير في حياتك هنا. بصراحه اول شيء طبعا بعد الله، يعني اكيد امي وابويا. امي وقفت جنبي مره كثير وتعبت معايا مره كثير وسهرت وباتت في المستشفى ايام مره طويله. يعطيها الف عافيه. الله يعافيك، الله يخليك يا رب. وفي ناس من اصحابي وزملاء اللي حولي وللامانه يعني دعموني مره كثير. انت عارفه الناس بتاخذ الموضوع، قلت لك بدايه الشفقه انه كذا. لازم الواحد يعرف كيف يتعامل مع المريض، ما يتعامل معاه على شفقه، يتعامل معاه على انه احنا اصحاب، يلا نقوم، يلا نعمل، يلا نسوي. فكانوا صحباتي او اصحابي اللي حوالي كانوا اكبر دعم لي. لك فعلا شكرا لك هنا شحبر، ونشكرك على تواجدك معنا اليوم، وانك تحكي لنا، تجيك الجرأة تحكي لنا قصتك بالكامل مع قصه الاصابه بهذا المرض. والله يشفي جميع المسلمين يا رب. ومشاهدينا مكملين معاكم، وكيفيه او كيف يجب ان تتعامل مع اداره الموارد البشريه راح نتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل. حياكم مشاهدينا من جديد، ورح ناخذكم في جولة تقرير يلا سلام وعن أشهر آلات الموسيقى العربية. نروح ونستمتع وارجع لكم. ترتبط بعض الآلات الموسيقية في الأذهان بالموسيقى الغربية، رغم أن معظم الآلات الموسيقية الحالية ترجع أصولها إلى الآلات المصرية القديمة والآلات العربية. عشان كذا خلونا نتعرف على أشهر الآلات الموسيقية اللي وصلت للعالمية بجانب جذورها التاريخية العربية. الطبلة ترجع نشأتها إلى المصريين القدماء وانتقلت إلى أوروبا. أما الدربكة فكان أول ظهورها في بلاد العراق في العصر البابلي القديم، ويرجع أصل كلمة دربكة إلى الفعل ضربة، وهي طريقة العزف على الجلد المشدود على سطح الآلة. العود ترجع نشأة العود إلى بلاد الرافدين، وخاصة في عهد الأكاديين قبل الميلاد، كما ظهر العود في مصر القديمة في عهد الأسرة 18 الفرعونية، وقد طوره العرب في القرن 15 الميلادي بإضافة الوتر الخامس إليه. الناي تعود نشأة الناي إلى العصور الفرعونية، فوجدت نقوشات فرعونية للناي في المقابر المصرية القديمة، وظهر في بعض الآثار السومرية. والناي يعتبر آلة العزف الهوائية في التخت الشرقي، ويصنع عادة من القصب المجوف مفتوح من الطرفين. القانون القانون آلة وترية شرقية عربية ترجع نشأتها إلى العصر العباسي، وتتكون من خشبتين تمثلان مستطيل يكملهما مثلث، ويشد عليه عدد من الأوتار يبلغ عددها 72 وتر، ويتكون من 24 مقام، والمقام هو الصوت أو النغمة. الربابة نشأت الربابة تعود إلى قدماء المصريين، ومنها انتقلت إلى باقي البلدان والعالم، كما بدأ ظهورها في العراق في أواخر عصر الدولة العباسية، بينما تذهب بعض الدراسات إلى أن الربابة نشأت في المناطق البدوية وأرياف بلاد الشام والعراق. الدف والرق نشأ الدف والرق في بلاد الرافدين، فيعود تاريخهما إلى 2650 قبل الميلاد، وهم من آلات الإيقاع الشرقي الرئيسية التي تعزف بالضرب بأصابع اليد أو الهز، وغالبا ما يكون الدف مستديرا مشدودا عليه جلد رقيق، والرق يشبهه كثيرا إلا أنه مزينا بصنوج نحاسية. جميلة هي الآلات الموسيقية، والأجمل منها ألحانها. ويلا سلام، العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. طيب خلينا ننتقل لموضوعنا أيضا المهم، خصوصا للشباب والبنات. دائما حلو تعرف موقفك بشكل سليم، ومو بس كذا، تعرف اللي لك
واللي عليك عن تقديمك لأي وظيفة وفي أي مجال وأي تخصص كان. وطبعا اليوم معانا مسؤولة الموارد البشرية لنا قطان، هتعرفنا على نقاط مهمة جدا في طريقة التعامل الصحيحة بين الموظف وبين الاتش ار. والله يعينكم، واقول الله يعين الموظفين، ما اعرف بالضبط، بس بدايه انا بعرف لنا قبل ان ندخل في اي حوار، لاي درجه انتم محبوبين من الموظفين؟ تختلف حسب الحاله. على حسب الحاله. على حسب الحاله، في ناس يعني من موارد محبوبين وفي ناس لا غير محبوبين ابدا. اوكي حلو. طيب خلينا نوضح في البدايه عن قسم الاتش ار في اي منشاه او شركه، وايضا صلاحياته ومهامه. اوكي خلينا نتفق اول شيء انه الموارد البشريه عباره عن اقسام تختلط عند الموظفين. طبعا في قسم الموارد البشريه نفسها زائد تحتها تندرج اشياء مره كثير، منها التوظيف ومنها تدريب، منها رواتب الموظفين، منها شؤون الموظفين اللي هي اصلا مختصه باي حاجه للموظف، بس احنا كقسم احنا قسم يلبي احتياجات العمل واحتياجات الموظف. احنا انتم احتياجات العمل واحتياجات الموظف. الموظف نفسه. حلو. طب ما قلتي لنا صلاحياتكم ومهامكم. احنا تقريبا نعتبر السلطه التنفيذيه للشركه. تمام. اوه حبيت الكلمه قويه والله. بس احنا قوي. ايوه السلطه التنفيذيه للشركه، لانه احنا نلبي احتياجات العمل زي ما انا قلت لك من اداره عليا، وفي نفس الوقت بنلبي احتياجات الموظف من حيث التدريب، التقييم، الترقيه، اداؤه، نشوف هو كيف عامل، ايش المشاكل اللي عنده، ايش المشاكل اللي هو بيواجهها في الشغل. فيعني احنا نعتبر زي الظهر وقلب الشركه. حلو. طيب كيف انا مثلا اعتبريني اليوم موظف، كيف المفروض اني اتعامل معاكم او مع الاتش ار؟ هل ممكن يكون بشكل مباشر او عن طريق مثلا ادارتي؟ اوكي سؤال صعب. صح. هو عموما تقدري تتعاملي على حسب برضه الكيس، تقدري تتعاملي بشكل مباشر وفي نفس الوقت تقدري تتعاملي عن طريق ادارتك. انت ما تعطي وجه، قولي لنا الصراحه. لا 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 شوفي برضه بقول لك اياها على حسب الكيس، يعني في كيسات تقدري تتعاملي مع الموارد البشريه فيس تو فيس وعلى طول وما عندك مشكله، وفي حالات ثانيه لا، لازم تروحي لمديرك، لانه في ادارات لا تقبل انك انت تتعديها. تمام. وتسبب حساسيه. احنا في هذه النقطه زي حمامه السلام، نحاول نكون همزه الوصل هنا وهنا. وهذا اللي سمعته عنكم. انا عارفه احنا مظلومين للاسف. ما اعرف انتم مظلومين ولا ظالمين ولا ايش بالضبط. للاسف مظلومين. طيب لنا، هل انت مع دائما تكوني مع التعامل الشفهي مثلا، ولا تحبي انه كل شيء يكون موثق بخطاب او ايميل رسمي يكون من نفس الموظف وبايميل الشركه تحديدا؟ اوكي برضو تختلف حسب الكيس، بس انا حديكي امثله. في حاجات معينه لازم تكون موجوده بشكل خطي وبشكل ايميل جهه رسميه. تمام. الجهه الرسميه هذه عشان توثق انت ايش طلباتك بالنسبه للموارد، في نفس الوقت ايش احتياجاتك. اوكي. او مثلا اذا كان في قرار تعيين، اعوذ بالله فصل، لازم يكون برضو بشكل رسمي. اما بالنسبه للشفهي هذه حاجه الموظف، يعني اليوم مثلا انت حابه تستفسري عن حاجه تدريب، حابه تستفسري عن حقوقك، حابه تعرفي. انا دائما انصح الموظفين عموما انهم يعرفوا اللي لهم واللي عليهم بالنسبه للشركه، وهذا طبعا دور الموارد. ايوه هذا دور الموارد البشريه اكيد. حلو. طب اذا صار خلاف بين الموظف والمنشأة اللي يشتغل فيها أو الشركة، أنتوا عادة توقفوا مع مين؟ مع الموظف المسكين الغلبان اللي يعني يدوب راتبه يكفي لنا آخر الشهر، ولا مع الشركة؟ شايفة المصورين قاعدين يعضوا أصابع الندم متابعينكم صح؟ فتوقفوا مع مين؟ شوفي احنا عموما بنحاول نوقف مع الموظف، لكن في احيانا نجبر. بكل صراحة. ايوه ولا انا بجاوب بصراحة. واحيانا احنا نجبر نوقف في صف الشركة. مجبورين. ايوه. ولا تنفصلوا؟ لا 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 ما ننفصل، بس لازم في قرارات معينة. لا هنا فاهم ولا هنا فاهم، يعني احنا دورنا برضو اعيد واقول الموارد البشرية المفروض تكون ادارة عادلة ومتزنة. تمام. تكون في صف الشركة وفي نفس الوقت في صف الموظف. حمامة السلام، همزة الوصل، لازم نوقف
في طرفين ونحاول بقدر المستطاع انه نحل المشاكل، يعني نقول باسلس الطرق بدون أيوه. ما تنتهي بخسائر صحيح. للطرفين. طبعا سيره الخلاف، خلينا نتكلم في نقطه جدا مهمه. عاده ايش اكثر النقاط اللي ممكن يصير عليها خلاف بين الموظف وايضا الشركه والمنشاه في البيئه العمليه؟ طيب انا حديك كيس صارت معايا. كان عندنا يعني احنا كنت اشتغل في منشاه مبيعات، تمام. كانت بتنزل تارجتس على الموظفين نفسهم. الموظفين بيضغطوا على بعض، تمام. فاحيانا بتحصل خلافات في حته الضغط هذه. هو دائما الخلاف يحصل نتيجه عن الضغط. كانوا للاسف الشديد ما يكونوا عارفين هم ايش لهم. هي دائما المشاكل تتولد عن الجهل بايش لك انت وايش عليك كموظف. اليوم انت لازم تدرس حقوقك ولازم تعرف انت ايش تحتاجها، تمام. فتدخل الموظفه معصبه زعلانه، طبيعي احنا نعتبر الصدر الحنون، فلازم نسمع منها. في نفس الوقت لازم نسمع من مديرها. لا انت الموظفه المثاليه اليوم، اقول لك اتمنى لا انت قاعده تمدحي كثير في الاتش ار. لا انا ما حقول لك انه احنا كلنا زي كذا، بس حقول لك احنا مو كلنا زي كده، بس المفترض والمفروض انه كل الشركات ماشيين عليه كده، مبدا العدل. جميل جدا. طب خلينا نختم بسؤال جدا مهم ونصيحة للشباب والبنات، بايش ممكن تنصحيهم اليوم؟ كيف ممكن يتعاملوا مع الاتش ار عشان ما يخسر وظائفهم بالنهاية؟ اولا الاتش ار بابه مفتوح لكل الموظفين، تمام. احنا يعني نعتبر النقطه اللي انتم تتعلموا منها اشياء مره كثير. احنا جهتنا جهه تنفيذيه وسلطه تنفيذيه، لكن في نفس الوقت احنا نعتبر المعلم او المدرب. يعني يوم ما تحتاجوا حاجه تتفضلوا عادي، المكاتب مفتوحه. في جهات، في اتش ار ما حقول لكم لا تنطبق عليهم هذه الحاجه للاسف الشديد. صحيح. لانه اختلاط في المعلومات واختلاط في الصلاحيات واختلاط في كيف الاداره. لو كانت الاداره غير جيده للاسف هيطلع الموظف غير جيد. فانا نصيحتي لكل الناس، اعرف اللي لك واللي عليك. اول ما تدخل الشركه حاول تكون دائما هادي، استمع اكثر ما انك انت تتكلم. عندك اي سؤال وجهه لمديرك، ما عرف يحل لك المشكله، ما عرف يديك اجابه وافيه، اتوجه لاداره الموارد البشريه. طبيعي ان هي حتحل لك الموضوع، لانه احنا اصلا الاساس لازم نكون موجودين عشان ده السبب. حلو. اذا ما كانوا اداره الموارد البشريه متفاعلين معاك وفي صفك في اي وظيفه، حاول تغير الوظيفه باقصى سرعه. شكرا لك لنا قطان، مسؤوله موارد بشريه، وظيفة المسمى عجبني ما شاء الله. فنتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. والله يعطيكم ألف عافية من جد على المجهودات اللي بتقدموها للموظفين في كل القطاعات. ونشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. نشوفكم بكرة في حلقة جديدة، وأقول لكم فمان الله.